لنتحدث في هذا الفيديو عن شيء يسمى الجلوبال اتريبيوتس، يعني هما شيئان من الجلوبال اتريبيوتس. اوكي، سنتحدث في هذا الفيديو عن الكلاس والاي دي. ما هو الكلاس وهو الاي دي؟ هو جلوبال اتريبيوتس يستعمل مع جميع العناصر في الاتش تي ام ال والسي اس اس. ولماذا يستعمل؟ يستعمل لتعريف من، يعني هكذا ببساطة. يعني ما المقصود بهذا الكلام؟ سنراه في هذا الفيديو. إذن كما رأيتم لدي هنا هذه البي، يعني 5 من البي بلوك 1 سي جي فروم سان اندرياس، رقم بالتصغير. بلوك 2 لايك مي، بلوك 3. عندما أقوم باستدعاء في ستايل هنا بي وأقول لها لون كولور، هذا اللون البينك، يعني هذا اللون الوردي، تلاحظون أن التغيير يكون عليهم جميعا. أنا في هذه الحالة أريد مثلا أن أغير فقط البلوك 1 البلوك 2 البلوك 3، والأشياء الأخرى ما الذي سأقوم بفعله؟ يعني لا أريد تغيير ستيجي فروم سان أندرياس ولا اللايك مي. يعني هنا البي تقول له جميع الباراغرافس، لذلك هنا تأتي فائدة الكلاس والاي دي. يعني الكلاس وهو الذي سنراه اولا، هو عندما تريد ان تقوم باستدعاء مجموعة من الاشياء تحت مسمى واحد، يعني group of element. مثلا هذه البلوك الاولى والثانية والثالثة، عوضا من مثلا ان اقوم بكتابة الستايل هنا وكل واحد اقول بكتابة له ستايل، يعني الموضوع غير منطقي. اقوم بعمل كلاس لهما جميعا، وملاحظة يمكن ان تقوم بعمل الت والضغط هكذا في فيزيوال ستوديو كود، الت على البلوك الاول والثاني والثالث، يعني هكذا. فرضا انا اريد ان اقوم بعمل سبيس، يعني هكذا البي الاولى والثانية والثالثة، اقوم بعمل كلاس. او ماي جاد، كلاس اريد ان اقوم بتسميته مثلا بلوكس. فانا بهذه الطريقة قمت بتعريف هذا البلوك 1 والبلوك 2 وهذه البلوك 3، يعني هذه الثلاثة باراجرافس تحت مسمى واحد. عندما اقوم بالتعامل معهما في CSS اقوم بالتعامل مع الكل بجملة واحدة، يعني بامر واحد. مثلا نقوم بالاتيان هنا الى الستايل واستدعي الكلاس بهذا الشكل، نقطة واسم الكلاس، يعني بالضبط هكذا. واقوم بفتح البراكت، ساقول له مثلا color مثلا yellow بهذا الشكل. وكما رأيتم، يعني هما فقط اللذين تغير لونهما. أقوم باستخدام هكذا البلوكس، يعني رأيتم فائدة الكلاس. تقوم باستدعاء مجموعة من الأشياء، أو يعني مجموعة من الإليمنتس، تقوم بوضع حجز لها في ذلك الكلاس المعين أو المكان المعين. يعني أرجو أن تكون قد وصلت الفكرة. لديك مجموعة من الباراغرافس أو أيا كان، يعني حتى لو تختلف في النوع، يعني ليس من الضرورة أن تكون بي بي بي، يعني مثلا H1 H3 ما إلى ذلك. تقوم بعمل تعليم لها بالكلاس، وتقوم باستدعاء ستايل مثلا لذلك الكلاس أو تنسيق، وأي عنصر في الصفحة لديه ذلك الاسم أو ينتمي إلى ذلك الكلاس يقوم بالتغيير ببساطة. يعني قم بعمل التغيير لا، في هذه الحالة قمنا بتغيير اللون فقط. ما هو الشيء الآخر؟ هو الايدي. الايدي عكس الكلاس، يعني فقط لشيء واحد، يونيك ايدي. مثلا انت لديك بطاقة هوية لديك فيها ايدي، يعني هذا الايدي يكون رمز سري طويل فقط لك وحدك ولا ينتمي لأي شخص. يعني مثلا أنت في الدولة إكس لديك الاي دي مثلا 2000، يستحيل أن يأتي شخص آخر لديه نفس الاي دي. كذلك هنا في مثلا في صفحة الاشتئابين، عندما تقوم بإعطاء مثلا اي دي، مثلا هنا نقوم بإعطاء اي دي لهذا
السي جي فروم سان اندريس، اقوم بعمل اي دي سي جي وملاحظه، قم بتسميه يعني هذه الادي وهذه البلوكس، قم باعطاء تسميات منطقيه حتى يعني تسهل عليك عمليه التعقب والتعامل والتعديل ما الى ذلك. واتي الى هنا، اذا كيف اقوم باستدعاء ذلك الاي دي؟ تقوم باستدعائه عكس الدوت الخاصه بالكلاس، نقوم باستدعائه عن طريق الاشتاج واسم الاي دي، يعني اشتاج اسم الاي دي، اشتاج اي دي. اقوم بعمل مثلا color، مثلا yellow، اقوم باستدعاء هذا واقوم بتغيير اللون، لا يوجد اي مشكله. اذا اقوم باستدعاء مثلا هذا اللون، لون يكون مخالف تماما هكذا مثلا. وكما رايتم يعني الجميع لديهم الوان خاصه بهم، لكن الاي دي فقط للسي جي، يعني هذا الاي دي السي جي فقط يخص هذه الباراجراف الذي تحمل اي دي سي جي. فهذه فائده الاي دي، عندما تريد التعامل مع شيء يونيك تقوم بالتعامل بهذا الشكل، يعني تستدعي ذلك الاي دي في السي اس اس مثلا او في جافا سكريبت او في اي مكان كان، خصوصا السي اس اس وجافا سكريبت، تقوم بالتعامل به معها بشكل منفصل خلافا للكلاس. الكلاس عندما تريد ان تتعامل مع مجموعة من العناصر تستدعي لهم كلاس، تقوم بعمل جروب لهم في كلاس. أرجو أن تكون قد وصلت فكرة الاي دي والكلاس. فكرة الاي دي والكلاس مهمة جدا في عمل ديزاينات وتصاميم وعمل تحكمات شنيعة جدا، يعني ركز فيهما وقم بالبحث فيهما، وإن لم تفهم في هذا الفيديو أي شيء فهذا يعني شيء عادي، قم بمشاهدة أي فيديو من أي قناة أخرى ربما يكون الشرح أفضل، ولك كل التوفيق.